السلام عليكم. الربط بين موت حد وحياته وتغير الظواهر الطبيعية فكرة قديمة قدم الأزل من أيام الإغريق والبابليين وتفسيرهم لإيه اللي بيحصل في تعاقب الفصول ولحد أيام النبي عليه الصلاة والسلام. لما مات ابنه إبراهيم وصادف إن الشمس كانت في حالة كسوف، الناس افترضت إن كسوف الشمس ده حزنا منها على وفاة إبراهيم، وساعتها الرسول وضح وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. ومع ذلك هذا النمط من التفكير لسه بيعيد إنتاج نفسه لحد النهاردة. بتحصل كارثة طبيعية، تسونامي مثلا أو زلزال، لأسباب طبيعية ملهاش علاقة خالص بمين عايش ومين عمل إيه، ونلاقي حتى أنظف العقول بتفسر ده بأنه ليه علاقة بموت حد أو حياة حد أو تصرفات شخص أو مجموعة من البشر. في علم المنطق التفكير بالطريقة دي اسمه مغالطة السبب الزائف أو false cause fallacy، افتراض إن مدام الحاجات بتحصل مع بعض يبقى أكيد في بينها علاقة سببية بدون تقديم دليل أو بينة على إن الافتراض ده حقيقي. يبدو تفكير بدائي مناسب لمجتمعات ما تعرفش العلوم وما عندهاش غير الحواديت والأساطير علشان تفسر بيها إيه اللي بيحصل في الطبيعة حواليها. بس تفتكروا ليه الأسلوب ده في التفكير مكمل وموجود لحد النهاردة حتى بعد ما العلوم فسرت لنا الطبيعة بتشتغل إزاي؟ قولوا لي في الكومنتس انتوا رأيكم إيه، وإيه أكتر غلطة سبب زائف بتشوفوها في حياتكم اليومية؟ ولو عجبتكم السحلة دي لايك شير واسحلوا صحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.